صباح الخير. في ناس ما بتحبش الجيجنج الالترا لايت او الجيجنج الخفيف، يعني اللي باوزان خفيفه، عشان دايما لما بنطلع البحر بيبقى التيارات نوعا ما صعبه شويه او التيارات شديده شويه. يعني مثلا انا لو نزلت الجيج دلوقتي كده قدامي، انا معايا تيار شديد وتيار جاي يمين. طبعا الجيج عشان يلعب صح او عشان يشتغل صح لازم يكون ما بيمشيش عكس التيار، لازم يكون يا مع التيار يا اما في مكان ثابت في حدود التيار، ما يبقاش عكسه، لان طبعا مفيش سمكه صغيره بالشكل ده هتجري عكس التيار. لو شفنا الخيط بتاعي، الخيط على طول راح يمين، فكده مسافه الجيجنج اللي انا هقدر اشتغل فيها هتبقى ضعيفه جدا، وفي نفس الوقت الجيج بتاعي مش هيشتغل صح، حركته هتبقى غريبه قدام السمكه. انا بعمل ايه علشان اشتغل او علشان ما ازهقش؟ يعني ولو معايا تيار عالي اشوف اتجاه الريح او اتجاه التيار ماشي ازاي. لما معايا تيار ماشي يمين خلاص كده وعرفت، انا اروح شمال. شمال دي انا مش هجج شمال، بس انا بدي لنفسي مساحه ان انا اقدر اعمل لي شويه اكشن لحد الجيج ما يحاول يوصل معايا لنفس المكان هنا ويبعد شويه يمين، وبعدين ارجع الم وارد تاني. كده خلاص الجيج راح شمال، ابتدي اشتغل كده. المفروض منطقيا الجيج ماشي تمام مع التيار زيه زي السمك اللي تحت، وده اللي بيخلي الفرصة ان احنا نصطاد اكتر. حاول انزل تاني مادام الخيط قرب ناحيتي واجرب شوية. كده انا معايا حاجة، كده مسكت. الموضوع سهل وبسيط، بس هو بس عايز ممارسة وما تزهقش. شكرا.